الوغ بالنسبه لتجربتي انا مع انقاص الوزن، انا محيده 20 كيلو، دونك كنت كنعاني من الوزن ديال لي طاي ما كنلقاش ملباس، يعني عندي 46 ولا 44 عاد اللي نلقى الحوايج ديالي. كنت اكبر فني انا في العالم، يعني حتى السبور في الكوليج ولا الليسي ما كنتش كنديرو، عندي ما دايره ديسبونسي. مي ابري من وعيت انه لا خاصني نقص الوزن، بديت كندير لي ريجيم دراكونيان، دونك ناكل لا سوب نهار كامل، نحرق الخبز، ندير السبور ساعتين كل نهار، ومرضت فيها بزاف، وكنعاود كنرد لو بوا عاوتاني ونقص عاوتاني نرد لو بوا، حتى قريت عاد عرفت كيفاش خاصني دير ريجيم. دونك يمكن اول وحده دارت ريجيم ديالي راهي انا. دونك دابا من 2010 وانا في هاد لو بوا الحمد لله، مي تبدلوا لي زابيتود ديالي. دونك انا كنت كناكل بطريقه غلط، انا كنت سقيطيه، دونك غير سقاطه، ما عنديش شي حاجه سميتها غدا، ما عنديش شي حاجه سميتها عشاء. دونك مي كيعجبني ناكل سقاطه ولي غاطو نهار كامل. دونك انا لي طارتو لي باتيسري كنت كناكل فيهم بزاف، مي ابري الحمد لله تعلمت كيفاش ناكل الماكله ديالي. دابا ولات منظمه اكثر، السبور وليت عندي يلا دو فوا بار سيمين، دو جور بار سيمين اللي ما كنديرش السبور. دونك هادشي خلاني انه نقصت الوزن، والحمد لله مرتاحه في صحتي، مرتاحه في حياتي كثر. دونك لا علاقه ما بين شحال هادي ودابا، وهاد التجربه كتخليني كنفهم الناس كثر. دونك فاش كيجي الواحد وكيعاود ليا كيفاش حاس مع لو بوا، وكيفاش زعما حياته الحوايج اللي كيعكسوا لو بوا في حياته، هادي كنفهمها علاش كيهضر، كنفهم لي ريجيم صعاب شنو كيحس الواحد ملي كيدير ريجيم صعيب. دونك هادشي اللي خلاني الحمد لله كنعاون الناس، وعاونت عائلتي كامله حيت كلشي كنغليظ ونقص الوزن، وهذه سهلت عليا بزاف الحوايج التجربه ديالي.